اهلا بحضراتكم من جديد. الكابتن الكبير النجم الكبير كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا يا كابتن. اهلا بيك وحشني جدا انا شخصيا يعني. ربنا انت وحشني كتير والحمد لله متالق وربنا يسعدك ووفقك وحاجه جميله جدا. ربنا يخليك. انا مبسوط جدا معاك النهارده. ربنا يخليك. ده انا بتشرف بيك دايما. الله يخليك يا حبيبي. سامع ان انت خسرت ماتش امبارح خماسي. للاسف. وجاي جاي جاي مزعلان. بس بفكر اجيب حكام من بره عشان يبقى العدل كله. بس خلي بالك الاسبوع اللي فات كله بكسبه بس برضه معلش كابتن ربيع برضه يخسر ماتش مش مسخره. في واحد جه متاخر فرق في الاختيار كانش فعلا. متقسم فاللي جه ده كان ميزانه تقيل لعيب تقيل فوزن الدنيا الناحيه الثانيه وانا ما رضيتش اعطل بها الصفقه يعني انا برضه نلعب ومتاع بس قلت يعني بهزيمه يعني مفيش مش بس انا مصدق الحمد لله لان انا الاهلي وهم ال طب انا الاهلي يعني ما تعملش صفقات تجيب لعيبه جديده بنعمل مش. بنعمل بنعمل بس الظروف الماديه اليومين دول وقع شويه فلما ان شاء الله نشوف بقى سبونسر ولا حاجه يجيب لنا كم لعيب كده نرجع تاني للفورمه ان شاء الله تعالى. منور الدنيا كالعاده ودايما يعني بنتبسط لما نشوف حضرتك في القناه في بيتك طبعا. الله يخليك. كان في تكريم لحضرتك يعني قول لنا تفاصيل التكريم. تكريم لعيبه القدامى كرمت حضرتك. لا ده امتى؟ لا مفيش. لا كان في دعوه النهارده ممكن تكون. أيوة. الدعوه بتاع وزاره الداخليه كانت عامله مؤتمر عن الاصابات. أيوة. وانا الحاجات دي انا بحب ان انا احضرها يعني فوجهوا لي الدعوه فروحت الصبح كانت فيها الاساتذه بتوع العظام كلهم ما شاء الله. فلما يكون عندك يعني انا دايما احب يعني طول ما انا مسؤول عن فرق بحب ان انا اخد شويه حاجات كده عشان برضو اقدر انظم بيها اموري يعني يعني بحب الجانب النظامي والمثالي وان تبقى الحاجات كلها ماشيه في الطريق السليم فلما اخد اضافه في اصابات دي مش وحشه كويسه أكيد فتعلمت طبعا. وسالت كمان اسئله كتيره جدا عشان برضو يعني على الاقل باخد النصيحه ملم. دي حاجه كويسه جدا أكيد. حتى قبل كده كان في برنامج تغسيل رحت حضرته كله عشان برضو ابقى انا ماشي من الولاد وفاهم على الاقل ايه اللي ياخدوه مع ان انا معايا دكاترتي ومعايا الناس ما شاء الله ولا قوه الا بالله لكن كانت ندوه كويسه وندوه يعني بدوش فيها وزاره الداخليه بصراحه كبيره وجميله جدا وفيها الاساتذه كلهم بتوع العظام فحاجه جميله جدا وكان يوم كويس وانا استفدت طبعا ويا ريت الحاجات دي تتكرر يا ميدو لان احنا في حاجه الى ثقافه اللاعب يعني انا متهيألي الانديه لازم تغرز في اللاعب حاجات كده اللاعب ما يروحش يا ميدو وخاصه الصغير يتمرن ويروح لا ده انت علمه علمه يعني لما قلت له دكتور مثلا يعني انا دايما اروح جايب دكتور تغذيه دي محاضر اللعيبه لازم كده واتفقت النهارده على مع دكتورة أخصائية نفسية تقعد مع اللعيبة لأن ما هو أنت بتصنع جيل الجيل ده لازم يبقى الأجيال اللي جاية المفروض إن إحنا نهتم بيها ليه؟ عشان هي اللي هتوقف يعني ده المستقبل بالظبط فلما يبقى يطلع الولد كويس وموزون وفي تصرفاته للبلد فقلت لها الإضافة هات لي دي فعلا دي حاجة كويسة جدا لأن عاوز يعني أنا بنيتي مسؤول عن جيل في كل حاجة فلما يطلع لعيب كورة كبير زي الفل عنده توازن عنده شخصية عنده جرأة عنده احترام عنده سلوكيات مش لعيب كوره بس بالظبط فعشان كده بحضر لان برضه ابقى ملم جدا وعلى الاقل بدي معلومات تفيد الولد بالظبط فالانديه لازم تهتم بالحاجات دي كلها اكيد خد بالك بس فعشان كده حضرت النهارده كان يوم جميل جدا يوم كويس بشكرهم عليه وكرموني طبعا ادوني درع الداخليه ما شاء الله والدرع كبير جدا بشكرهم عليه دكتور صلاح عاشور طبعا اخونا العزيز يعني وكل الاخوه اللي فاضل فكتر خيرهم وبتمنى لهم التوفيق وبشكر تاني وزاره الداخليه اكيد يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير لكن خلينا ارجع لنقطه حضرتك اتكلمت فيها موضوع التغذيه وازاي اللاعب بعد التمرين ما يروحش كده وخلاص طبعا بس اعتقد برضو النادي ليه دور كبير جدا يا كابتن ربيع انه لازم يوفر للاعيب طبعا ما انا قلت لك الانديه بص يا كابتن انت راجل يعني لعيب كوره ومدرب وكابتن وعارف ان التغذيه شوف التغذيه هي الاساس قبل الملعب بالظبط قبل الملعب ياما لعيبه بطلت صغيره عشان التغذيه بالزبط. ليه؟ لان الولد خلي بالك هو انت عارف في القياسات بيبتدي ان له قياسات معينه عشان لازم يشتغل بيها وله حاجات معينه لازم يشتغل بيها وعنده اجهزه معينه لازم تتغذى كويس عشان يلاقي نفسه في الملعب فممكن الولد مثلا عندنا ما يفطرش ويروح يتمرن ياكل الحاجات اللي هي بتاع الاكشاك دي الحاجات التعبانه السريعه دي ومش عارف ايه من هنا تلاقي الولد في الملعب مش موزون وهو موهوب المدرب يقول له انت مش مركز انت وحش انت سهران انت اطلع بره مثلا ياخد منه موقف ان الولد مش موزون ما عندوش توازن في الملعب ان ما اتغذاش كويس
واخد بالك؟ دي مشكلة، ممكن يبعد. مشكلة كبيرة جدا. التغذية هي الأساس، يعني التغذية قبل الكورة. خش في ولاد بتجيلك من سفر وبعد التمرين بتسافر تاني. طبعا طبعا يا ميت، التغذية احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ الأندية، الأندية ان حتى الولد كل واحد حسب ظروفه، ما انت ممكن بظروفك تاخد تغذية سليمة في البيت، يعني برضو الولد يروح ببرنامج تغذية معاه طول الأسبوع عشان والدته أو والده، حتى لو يعني حسب الإمكانيات، ده ربنا مديله، ده متوسط، ده جيد. إنما الولد بيلخبط في الأكل يا كابتن ميدو طبعا، وبيدخل، فمن هنا بتلاقي البعد، تلاقي الولد الله هو الولد ده بيروح يجري كده، حتى ذهنيا كمان مش هتلاقيه معاك. ده اللي أنا أقصده. فعشان كده أنا بحضر المؤتمرات دي ليه؟ لأن أنا مسؤول، أنا من وجهة نظري مسؤول عن جيل، مش مسؤول على اثنين او ثلاثه ولا خمسه. النهارده الحمد لله من فضل الله عليا، يعني لما بشتغل مع جيل ولاقيها موجوده وبارزه، ده فضل كبير من ربنا. ده البلدي، ده المصر، ده الوطن، غير الانديه، غير انه بيروح انديه، لا ده المصر. يعني بنعمل لمصر، الانديه هي مصر، الاهلي النادي الوطنيه بمصر، الزمالك النادي الوطنيه لمصر، كلها انديه بتطلع لعيبه لمصر. فاللي اقصده لعيب كويس لما تربيه كويس يا ميدو مع موهبته بيطلع لك كويس وتلاقيه نجم كبير بالظبط، ويفرق معاك في المحافل الدوليه. بالزبط. لان من وجهه نظري افريقيا ليه تقدمت عندنا يا كابتن ميمو، يا كابتن ميدو؟ اتقدمت لان 10 12 15 واحد محترفين من صغرهم بره بيجوا يكسروا الدنيا، الانديه تبعت مصر، البلد تبعت لهم ويلعبوا الماتشات الدوليه يكسروا. معلش بص عاملين ازاي، بنين خرجت المغرب لانه بياكلوا كويس، مرنوا كويس، معاهم مدرب كويس، برافو عليك، ثقافه، كل حاجه. ده اللي انا اقصده. فالنقله دي لازم تكون في مصر، لازم على مستوى الناشئين يا كابتن ميدو، كل الانديه، مش شرط امكانيات. انا اجيب دكتور تغذيه يقول والله يا جماعه الفطار كذا، الغداء كذا، العشاء هتروح البيت كذا، جاي في تمرين الساعه 3 يبقى تاكل الساعه كذا. بعد التمرين اهم حاجه. وبعدين الحاجات بقى المشروبات اللي اللي بتربينا عليها، المشروبات والشوكولاتات والحاجات دي كلها، كل ده غلط. الحاجات دي كلها اللي هي بتبعد اللاعب، ده اللي انا اقصده. فالانديه لازم تمشي على برامج عشان الولد يطلع مثقف وكويس وقاري. من هنا تلاقيني بقى حضرت اصابات، حضرت تغذيه، حضرت علم نفس، ده مهم جدا، خلي بالك برضه طبعا ازاي تتعامل، مهم جدا يا ميدو. بص علم النفس ده فيه اشكال والوان، الولد بدرجاته ممكن تولد مثلا مشتت، ولد تركيزه قل، واخد بالك؟ الشخصيه والذكاء دي انا خلي بالك، شفت شركه عشان تقعد مع اللعيبه بتاعتي بامر الله تعالى، وقبل ما نبتدي التجمع الاولاني اللي هو 15/9 عامل فيه ماتشين مع السودان، يختبروا اللعيبه في درجه الذكاء والشخصيه، عشان دي تهمني جدا، خلي بالك دي تهمني جدا، جزء كبير جدا من تهمني في الماتشات، تهمني في الضغوط، تهمني في البدايه، تهمني في التغييرات، تهمني في، خد بالك، وانت تحت ضغط، تهمني وانت مهزوم، الشخصيه، كل دي دراسات انت بتبتدي تحفظها للولد. من هنا تلاقي الولد دولي طالع ناضج وماشي معاك زي الفل زي ما انت عايز. عملتها ولا لسه هتعملها يا كابتن؟ قدمت طلب للاتحاد الكوره اني اعملها، قدمت طلب. خليه يجيب لك نتائج لحضرتك بس مش قدام اللعيب. لا ده انا، لا هو خلي بالك هي دي حاجه كويسه وانا اللي بحتفظ. اكيد. بس دي بتفيدني فيها يا ميدو؟ تبقى عارف تتعامل مع مستوى الذكاء كام في المية. تمام، غير الذكاء الشخصيه. الشخصيه. يعني انا عندي مثلا ولد ده ما اقدرش ابتدي بيه المباراه. انه يعني خلاص لا شخصيته ده ممكن لو غيرته. طب ده واخد بالك رد فعله ايه لو انا لعبت في وسط 20,000؟ شوف 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 البدايه جايه ازاي، وشوف الثقافه ازاي، وشوف انا ماشي سياسه. الموضوع مش موضوع مسك كوره واتحرك بالكوره وروح اقول، لا ده حواليه حاجات كتيره جدا مكمله، زي ما انا ما عملت مع اللي فات، ما كنت جبت دكتور علم نفس يقعد يحفظهم، لقيت الدنيا معلش بيخبطوا ببعض ويتخانقوا ببعض وعصبيين ونرفز، وانا رايح اساسا في تصفيات، جبت دكتور علم نفس قاعد اخصائي نظم لهم الامور، ولازم تعمل ولازم 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 ولازم، وتمشي كويس، تسمع كلام مدرب، تسمع كلام مامتك، تسمع كلام ابوك، تسمع كلام، ما هي كده. فاللي اقصد كلها درجات مهمه جدا لقطاعات الناشئين اللي هي المفروض نبتدي بيها، اذا كنا بندور على اصلاح الناشئين، ابتدي من الناشئين وبعدين نظم امورك من انت يطلع بقى السن، زي ما زمان احنا طلعنا ازاي بفضل الله تعالى. ف كلها امور مع كويسه وامور صار من مؤتمر حضرتك حضرته النهارده. كان مؤتمر كبير جدا وحاجه جميله، يعني مش الداخليه عملت في كاس الامم، من الداخليه ما شاء الله تعبانه في كل حاجه، نظام وطبعا نجاحنا برضو بفضل الله ثم مجهودهم الكبير، وربنا يوفقهم ودول ابنائنا وحبايبنا، وكان النهارده حاجه مشرفه بصراحه يعني. بس يا كابتن، معايير الذكاء ومعايير الشخصيه اللي بتستخدمها الشركات، هل هي معايير موثوق فيها؟ هل هي معايير مش متغيره؟ هل هي معايير ثابته؟ بص يا كابتن ميدو، يعني ده عايز اعرف راي حضرتك بس الشخصي فيه. بص يا كابتن، مع احترامي الشديد،
في حاجات كتيره جدا في المنظومه عشوائيه، خلينا واقعيين، انا مش مبسوط منها. حتى النهارده لما لغه الارقام، الشركه دي لغه ارقام خلاص، انا بيني وبينك الارقام. زي النهارده ما انت بتجيب اللعيب اللي بيني وبينه ارقام، لغه ارقام. انا النهارده مؤتمن على مثلا مركز معين، المركز المعين ده يعني برضو هل الناس متابعه المركز المعين ده لمده 36 مباراه او 35 مباراه؟ مستحيل. فانا عندي تسجيلات خلاص، عندي مركز معين، هجيب باك ليفت ربيع ياسين. ربيع ياسين لعب 35 مباراه، قطع فيهم كم كوره، سدد فيهم كم شوطه، عمل كم كروس، هجيب غطى كم تغطيه، كله بايه؟ بايه؟ بالارقام. بالظبط. يبقى انا قدامي ربيع ياسين، طب اللي انا عاوزه ربيع ياسين بيدافع ويهاجم، هنقول ما يقرب من 90، من مثلا 85% من الصح. طيب. اللي هو بيجيب لك يقول لك مثلا ده يصلح او لا يصلح، يعني بيقرب لك المسافات. غير وانا يعني ما اجيبش على السمعه مثلا، واخد بالك؟ ما خلاص قرب المسافات في الثلث الامامي. جميل. في الثلث، واخد بالك؟ بيقطع، بينقض، واخد بالك؟ بيراقب، بيدافع، بيوازن، بينزل، بيعمل بالعرض، بيروح على، ما هو ده الصح. جميل. بس فالقصده في حاجات كتيره جدا لازم نهتم بيها، لازم، وتبقى اضافات باذن الله. ده حاجات كتيره جدا جدا، مش جدا واحده. يا رب يا رب. احساسك ايه بعد الدوري ال 41؟ لا، دوري ممتع، دوري كويس جدا، دوري كان قدام، انا من وجهه نظري 30 لاعب قدام 60 لاعب، لان كان في فرقه ثانيه برضو شرسه جدا ووقفه لك وحققت معاك نتيجه كبيره جدا وكانت بتتحدى برضو انها تاخد الدوري. فالنهارده اما تلعب مع ناديين كبار بحجم نادي الزمالك طبعا الكبير اللي بنحترمه ونقدره، ونادي بيراميدز برضو اللي بنحترمه ونقدره، وتكسب بطوله كنت انت بعيد عنها، اعتقد ان بطوله غاليه جدا، بطوله كبيره يستحق، يعني البطوله دي بفضل ربنا الاول سبحانه وتعالى، ثم يستحق رقم اثنين فيها الاداره ثم اللاعبين وبعدين الجهاز الفني، لان الاداره دعمت ووقفت وسندت وجابت المراكز اللي انت كنت محتاجها، لو استحملت ودعمت طبعا وصبرت ودعمت، دعمت في الوقت المناسب، والحاجات دي اعتقد فرقت في الدور الثاني. الدور الثاني لما تاخد من 60 نقطه كام، مش عارف، تخسر 5 نقاط بس، انجاز. وبعدين اللعيبه برضو رجاله وكانوا مركزين ومقدرين المسؤوليه، وزي ما قلنا كابتن ميدو، هي اجيال بتسلم اجيال، كل الاجيال اللي لعبت في النادي الاهلي من 1907 لحد 2019 كلها اجيال محترمه، مع احترام الشديد، كلها بتسلم بعض، مفيش حد يقصد، حتى اللي هو ملوش نصيب لكن احترم واشتغل وحاول وجاهد، عشان في ميثاق كلنا ماشيين عليه طبعا. كل بص يا كابتن، اللي بيدخل النادي الاهلي بيبقى حاجه، بس هو الكيان، الانتماء للكيان بصرف النظر عن الاشخاص، الكيان كله. بالظبط. فدي حقيقه. بعد كده الامور طبعا، اللعيبه قلنا، الجمهور بصبره وتشجيعه برضه حتى لو ما كانش بيحضر، جمهور النادي الاهلي بيبقى له فضل برضه كبير جدا يا كابتن ميدو. الجهاز الفني مع انه بقى الوقت، الامور في الاخر، الانسجام، الهدوء، عرفنا يعني لكن المنظومه كلها ماشيه في الطريق السليم. عشان كده بطوله كبيره وبطوله نعتز بيها بصراحه، وحاجة جميلة جدا 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 بصراحة. يعني قول لي يا كابتن ربيع، لما انا اطلع لعيب من تحت ايديك طلع يقول الكابتن ربيع اتعلمت منه كتير جدا، افادني في حياتي الشخصية وحياتي الكروية، بتكلم على محمود متولي لعيب الاسماعيلي اللي اشاد بحضرتك كتير جدا لما كان هنا ضيفنا في النادي الاهلي، بتكلمه في ايه او بتديله ايه يعني نصايح اللي يخليه يفضل فاكرها لك لغاية دلوقتي؟ بص يا كابتن ميدو، انا شغلي في الكورة لما بستلم منتخب واعمل مثلا 10 ايام معسكر، انا ال 10 ايام بحسبهم من اول يوم، من اول يوم بعمل في اجتماع. مع اني خليني اكمل لحضرتك السؤال، انا اسف ان انا قطعتك. اتفضل. اقول لك كابتن ربيع عايزين شخصيه حازمه جدا، وشخصيه يعني صعبه ان انت تتعامل معاها غير لما تكون ماشي تحت جناحه زي ما احنا بنقول. لا بالعكس، ما انا بقول لك الاثنين مفارقات، وبالرغم من كده يطلع يقول ده بصراحه، لا انا اتعلمت ان الكابتن لا، ما هم كلهم الستة السبعة اللي ربنا كرمنا بيهم في النادي الاهلي هم كلهم بيتكلموا يعني، ده نجوم وعارفين ازاي وواعيين جدا. بص يا كابتن، فبحسب لهم الحسبة ال 240 ساعة، 10 في 24 ب 240 ساعة. أنا ال 240 ساعة لازم نشتغلهم. هو شو كلهم بيبقوا تمرين؟ لا، كلهم بيبقوا أكل، كلهم بيبقى ضحك، كلهم بيبقى فسحة، كلهم بيبقوا، خد بالك؟ لا، أنا بنظم أموري في ال 240 ساعة. بس أنا مؤتمن على 240 ساعة بدفع فيها فلوس، مصر بتدفع فيها فلوس. فالطبيعي جدا يا كابتن ميدو ان انا اشتغل ال 240 ساعة، انا حياتي الشغل. وفي نفس الوقت مع احترامي الشديد، مفيش لعيب
عندي امرنه اكبر من النظام، من نظامي انا، من شغلي، من سياستي، من تمريني، من وظائفي. اللي بيكبر شكرا مش عاوزك، ما تشتغلش معاه. جميل. لان كره القدم وظيفه. وبعدين انت، احنا بنشتغل لمصر، انا بشتغل، انا بعمل جيل، مسؤوليه كبيره جدا يا ميدو، مسؤوليه كبيره جدا. فلازم في كل كبيره وصغيره، انا قلت لك في اوقات كتير جدا انا بقعد مع اللعيب وبشرح له، اقول له انا كنت كذا وانت كذا وانت بالنسبه لي، وامتى ابقى صديق، وامتى ابقى اخوه، وامتى ابقى والده، وامتى ابقى مدربه. بالعكس بالعكس، دول خلي بالك انا عندي فن في التعامل مع الاعمار دي خلاص. خلينا هنا عشان الكابتن ربيع بيقول نصايح من ذهب للعيبه اللي عايزه تبقى لعيبه كبيره، واللي عايزه تبقى لعيبه ملتزمه، واللي عايزه تسمع اسمها في عالم الاحتراف. انا استاذنك بس تعيد لي جزئيه الساعات اللي حضرتك بتقول كلها شغل. طبعا 240 ساعه لهم، ده تعالوا بصورها لهم وبحسبها لهم، انتوا هتناموا كام ساعه؟ فلو قلت 8 8 في 10، خد بالك 8 في 10 كام؟ 80. ادي 80 ساعه نوم، خد بالك. ومثلا لو انا اعمل ساعتين، حضرتك بتتكلم معاهم كده فعلا؟ اه طبعا بحسبها. امال ايه؟ ليه كده؟ عشان اقول له خلي بالك الساعه ونص او ال 100 دقيقه في الملعب اديها لي 100 دقيقه، ما تنفعش 80 دقيقه. فبحسب له مثلا لو عندي انا 100 دقيقه، 100 دقيقه في 10، واخد بالك؟ بكام؟ 100 ساعه، ساعه ونص. 10 يعني، واخد بالك؟ ب 1000. لا اقول 15 ساعه، اقول 20 ساعه تمرين. انت عندك النوم كام؟ بص 80 نوم 80. تمام. التمرينات والشغل بتاعي انا اللي في الملعب 20 ساعة. تمام. واخد بالك؟ الفطار والغداء والعشاء. احسب مثلا نص ساعة ونص ساعة، ساعة ونص. ساعة ونص في 10 ايام 15 ساعة او 12 ساعة مثلا. فبحسبها لهم كده. الوقت اللي انا بسيبك فيه. عندهم وقت ترفيه اكيد، وعندهم طبعا وقت الوقت تمام. اللي انا بسيبك فيه ما بين من اللي هو بعد العشاء او المحاضره، بعد المحاضره عشان بالعشاء محاضره، تمام. بعد المحاضره كام ساعه بسيبك، واخد بالك؟ وافضل احسبها لهم كده. كل ده ليه؟ عشان اقول له ان انت بص ال 24 ساعه مش كلهم تمرين. ال 24 ساعه انا موزعهم لك، فاديني تمريني النص ساعه بتاع المحاضرات او ال 45 دقيقه المحاضره، اقعد اركز معايا ونظم معايا. انا ما بقولكش 5 ساعات و6 ساعات يا جماعه، اليوم 24 ساعه. انت تتمرن في اليوم كام؟ 100 دقيقه من 24، الباقي ما بين الضحك، ما بين النوم، ما بين الفطار، ما بين الغداء، ما بين العشاء، ما بين الموبايل. حتى الموبايل بعمل له وقت جدول مجدول. جميل قوي، جميل قوي. قصدي هي دي ليه؟ ما 10 ايام اضيعهم في التهريج يا ميدو. حضرتك قلت لي عشان كمان انت مؤتمن على الوقت ده. ده جيل لمصر. هم تصنع مع احترام الشديد، هو احنا خدنا كاس افريقيا من غانا عشان بنهرج؟ هو احنا خدنا كاس افريقيا من نيجيريا، دي اقوى بطوله من وجهه نظري، فيها غانا مرتين، وغانا دي بالفطره قرود كورة وسرعة وقوة ومهارة، قرود كورة. نيجيريا، الجزائر، لا صدوا. فالنهاردة بفضل الله تعالى حتى الجيل ده طالع ما شاء الله، هو اللي موجود في الساحة. النهاردة عندنا 6، يعني هو اللي موجود في الساحة. فقصدي تربية الولد الفنية يا ميدو مش هتيجي بالملعب بس. فيها شوية عوامل حواليها. حتى لما أنا احترت رحت جايب أخصائي نفسي، دكتور كبير، قاعد وجه الشخصية، لأن عندنا شوية، كان عندنا شوية خلل. في اللي بيضحك كتير، اللي بيهرج في الساونا مثلا، اللي في الاتوبيس، واخد بالك؟ اللي لما بيتغير بيزعل، اللي صوته بيعلى. فوزنت الامور، لا اجيب واحد بقى دكتور عشان يقعد يظبط لهم كل الحاجات دي. حضرتك متابعها جدا و ده شغل، مش سايب ثانيه. لا هو ده الشغل. جميل قوي. ده الشغل، التربيه. عشان زي ما قلت لك ليه ائتمنوني، وقالوا طبعا الوقت مهم جدا بالنسبه لي. الوقت يعني عامل وقت، اديني عامل وقت براحه شويه، لان الوقت مهم جدا. صناعه النجم محتاجه برضه وقت، ما بقاش وقت متاخر. فده مع ده مع ده كله، يعني اعمل معسكر ويكلفني مثلا الشيء الفلاني عشان اروح اهرج مع العيال، عشان لا انا بهرج واضحه كل حاجه، بس وقت التهريج تمام، ووقت النوم انت بتنام، ووقت الاكل بتاكل، بس التمرين مهم. انت جاي هنا عشان التمرين بالظبط، فده اللي اقصده. بس حضرتك فضلت فتره قد ايه ما تشتغلش يا كابتن ربيع؟ لا انا قعدت 2013 خلصت البطوله. انا سافرت ليبيا 2014، جالي عرض في ليبيا، رحت رايح. طبعا اتخذ مني المنتخب، ما كملتش معاه، مش عارف ليه، واخد بالك؟ انا عشان كده بسالك. لا ما كملتش. بص انا ما كملتش عشان في حاجات، يعني كان في شويه حاجات في حد الكوره، وعضو مجلس اداره، يعني وقف يعني حاجات كتيره جدا انا ما بسالش فيها. انا خلاص يعني بؤمن بالقدر، واهلا وسهلا، ودي بلدي وربنا يكرمها، وباخده خلي بالك ببساطه جدا. انا عارف ببساطه، ومؤمن ان مش هاخد اكثر من نصيبي، وما بقاتلش، لان انا مش يعني الرغبه موجوده والطموح موجود اكيد عند كل واحد، بس مش بالعافيه، بالرضا والقناعه.
وبعدين اللي فوق ده صح هو بيقدر الخير دايما للانسان أكيد. هو في حاجه اكيد. فروحت ليبيا مسكت فريق وبس عشان انا شغلي بترول يعني فرابطني شويه انا عامل فيها مثالي موظف مثالي ورابط نفسي وبرده في ادارتي يعني بعمل هي كده والله حياتي فده عطلني كتير عارف. لكن في عروض جات لي في الممتاز كانت خارج القاهره يعني فحبيت ان انا اقعد وتجربه ناشئين ومشيت لحد ما واتصلوا بيا في اتحاد الكوره ومسكت المنتخب الجديد. اصل حضرتك قلت لي حاجه اول مره يعني من النادر ان انا بسمعها بصراحه مش هقول لك إيه؟ اول مره من النادر ان انا مؤتمن على وقت مش بتاعي فلازم طبعا. احافظ عليه في كل ثانيه في كل دقيقه. وفلوس بندفعها لما اعمل معسكر النهارده في فندق مثلا ب 10 ايام هيكلفه الدوله كام؟ والله لو كل الناس فكرت زيك كده يا كابتن ربيع نكون في حته ثانيه خالص. لا ما هو انت لازم تدور دايما اي انسان لازم يدور على الـ على الـ على الامين على القوي الامين. القوه مهمه جدا في الشخصيه وخاصه لما تبقى مؤتمن على جيل او فرقه وبعدين الامانه طبعا وبعد كده الفنيات احسن الناس بتفتكر احنا بنمرن ببركه ولا حاجه الفنيات الفنيات مهمه جدا الولد الصغير يا كابتن ميدو وانت عارف برضو انت بتخاف على وقتك في اللي هو بره الفنيات فاكيد الفنيات دي يعني عمق شغلك انت عارف برضو عشان تربي الشخصيه الفنيه وتقدر النهارده الاخطاء تبقى موجوده وده مبين بفضل الله تعالى في البطوله لان احنا لعبنا اربع شوط في نهائي افريقيا قدام غانا خد بالك لا قصده كان الولاد واقفين وقفه فنيه رائعه أكيد. لحد اخر لحظه أكيد. وكان في توفيق بفضل الله في ضربات الجزاء فمهم جدا الفنيات في الملعب واخد بالك والفيديو مهم جدا والسبوره وتشرح دي مهمه جدا التلات عوامل دول مع ان الولد ان يقف تعود انه يقف ويناقشك فانا بجيب مواقف يعني اول موقف هشتغل عليه بمشيئه الله المعسكر الجاي هو الجانب الدفاعي انا تسيب الدفاع وبعدين الهجومي عشان اغرس فيه الاثنين هو كده كده انا اميل للكره الهجوميه بالظبط اميل للمتعه اميل لكن الجانب الدفاعي خلي بالك اهم حاجه فاول حاجه هشتغل عليها هو الهدف اللي دخل فينا في جنوب افريقيا لانه هدف يتدرس لازم يتدرس مكومات اختيارك للعيبة يا كابتن ربيع طبعا انا بتابع دوري جمهوريه وبعدين بلف المحافظات شفنا المناطق كلها وجمعنا 24 محافظه وشفناهم كلهم انا عندي في ممكن عن طريق مهاره ممكن شخصيه واخد بالك ممكن قوه ممكن التحام ممكن سرعات كره طبعا اكيد ما هو لما اشوف لعيب كره قدامي ما لما في حاجات تانية ممكن تلفت نظري اخدها واجرب عليها الولد ومرنه واجهزه واشتغل بيه ماتشات انا بقول الوقت ليه لان انا يعني قراري بيبقى بعد الماتشات الوديه اكيد بيبقى عنده سلبيات وايجابيات فاشوف انا من النوع اللي لازم اطول بالي مع الولد لان هو مرحله خلي بالك في مرحله نمو بيروح بالزبط. ويجي يروح ويجي يروح ممكن النهارده يعني انا سايبهم مثلا 14-4 هجمعهم في 9 ممكن حد يجي لي بمتغيرات اللي هجيبه بمتغيرات كتيره جدا ممكن اللي قرب اللي بعد اللي واخد بالك اللي طول اللي تخن اللي عمل انت فاهم فلازم الصبر على الولد وتعالج له اخطاءه وتوجهه وتحكم عليه عشان ما تظلموش انا يعني العدل مهم جدا مع الولد العدل طبعا. فده سياستي في الاختيارات وكله بتوفيق الله سبحانه وتعالى في لعيب انت واخده وانت مش مقتنع بنسبه 100% لكن عندك امل ان هو لعيب كويس من غير اسماء يعني بس طبعا طبعا في طبعا في انا في لعيب الناس قالت لك عليه ده لعيب جامد جدا وانا بطول بالي معاه عشان هي قلت لك مرحله النمو وفي نفس الوقت في لعيبه ممكن يخلي بالك قبل بس انا اكون يعني شايف استعداده وحاسس ان عنده حاجه انما مش بعيد قوي مش بعيد لا بعيد قوي ده ما ينفعش لان انا يعني بحاول انا ادي يعني امرن اصل خلي بالك انا برضو في سياستي في التمرين ان انا بكتشف اللعيب في التمرين عن طريق الشغل الفني خد بالك في المواجهات يعني انا سير المباراه بالنسبه لسير المباراه الفني بتاعي انا بقسمه في التمرين فعشان كده الماتش بيجي بعمله في التمرين على فترات باخد الجانب البدري في وقت الجانب المالي وبطوره له في وقت والجانب الخططي في وقت وبعد كده باخد حته تعملها عشان ماتش فبعيني عليه فبقيمه في التمرين فممكن بس استعداده يكون 4/10 ده 6/10 ده 3/10 ده 2/10 لا ما ينفعش ده واحد خلاص ده بعيد واخد بالك ده لا ده كويس فهم بقى اللي بيكرروا كلها ارقام عندي بسجلها في التمرين وبعد كده بنظمها في الماتشات مين بقى اللي بيستمر وبيعلى ده هو اللي بيقول بالزبط. انما انا بدي الفرصه وبمرنه كويس جدا خلي بالك وبقفل عليه بس اللي هو الاقرب مش البعيد قوي لان يعني في واحد بعيد خلاص حبيبي ده تمام فكلها نسب وارقام عشان ما اظلمش في حد يبقى كله بما يرضي الله بالعدل يعني تمام قبل ما اكلمك على شكل الدوري برضو اللي ممكن نشوفه السنه الجايه والمتغيرات ممكن تحصل السنه الجايه بقى عايز اكلمك على محمود متولي بشكل شخصي يعني او اختيار النادي الاهلي ليه هو شخصيا شايف ان هو صفقه ناجحه صفقه كبيره محمود متولي فيه عناصر ايه اللي برضو خلاتك تشدد له اللي هو اشاد بحضرتك في رايك محمود متولي لعب الخمس ماتشات في افريقيا خلاص ده اللعب ده سوبر هو كان بيلعب في الاسماعيلي
يعني ما كانش بيلعب مع لا في اهلي ولا خد بالك وكان بعيد عن العين. لما يلفت نظري ولد في الاسماعيليه، ولد من سينا، ولد بعيد وصغير اساسا، معناه انه لعيب كوره كويس، بتولي كورته وكورته دماغه كلها كوره. يعني هو ما شاء الله لعيب كوره، لعيب كوره، لعيب كوره، ده مهم قوي. خد بالك خلاص هو لعيب كوره، انا ممكن خلاص بيسهل الامور، هيسمع لعيب الكوره ده بيبقى عنده جهاز هنا عصبي بيوجههم، موهوب اللي انا عاوزه كله هينفذه لي. فطبيعي جدا لما يلعب معايا 5 ماتشات ويتالق ويبقى موجود في ماتشات مهمه جدا ويشيل لي خط ظهر ويوجه لي، يعني كل اللي كنت ببني الشغل كله هو حارس المرمى وبعدين هو عشان يبني لي القاعده من تحت اللي انا اقدر اشتغل بيها وسياسه الفنيه في الشغل الهجومي والدفاعي. جميل. فمعناه كبير اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ وبعدين معايا الاساس الخمس ماتشات، ما تشيلش ولا ماتش، معود بقى لعيب 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 سوبر، لعيب 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 كبير، واخد بالك من صغره، كان صغير يعني واخد بالك، وانما يلعب ويزود ويبقى رائع وبيزيد واخد بالك، وعنده ميزات كويسه جدا من بدايه من تحت. انت عندك دلوقتي اللي بيسلم قليل جدا، اللي بيبتدي قليل جدا، ازاي ناحيه الدفاعيه؟ اكيد الدفاعيه. فلو هو عندي خلي بالك كان قليل ما كنتش لعبته، ما عنديش انا مجامله خالص. ونفسه انا احب اللعيب ان شاء الله ان شاء الله الكامل، لعيب السوبر، لان انت لما يكون عندك منتخب سوبر رميده خلاص هو اللي حقق لك البطوله، منتخب سوبر اكيد يضم متولي وضم واخد بالك صالح وضم ربيع ربيعه وضم ياسر وضم محمود وحيد ويضم واخد بالك يعني تريزيجيه، انت فاهم؟ كلهم ما شاء الله وكلهم راحوا فين. فاللي اقصده ان متولي لعيب كبير، مكسب كبير ان شاء الله، ربنا يوفقه. انا كان نفسي اعمل مداخله امبارح بس نمت لان ما اقدرش، كنت تعبان نمت، قالوا لي طلع تعبان وربنا يوفقه. وحبيت ان انا طبعا هو جه بفضل الله ثم مجهوده، هو الولد استعداده كويس جدا، لعيب كبير، ادى موسم طبعا مواسم مع الاسماعيلي رائعه، كان اساسي منتج جدا، ليه اوقات اهداف حتى هو بيجيد ضربات الجزاء باقدار طبعا، وطبعا غير انه في مركزه ماليه وشخصيته قويه جدا. فان شاء الله الف مبروك للنادي الاهلي ومبروك ليه طبعا، هو عارف قيمه الكيان وقيمه الفانه الحمراء. وكان مصر بصراحه ان هو يروح النادي الاهلي طبعا، واكيد وكان له عروض، جاي له عروض. النادي الاهلي كيان كبير جدا يا كابتن، ونادي كبير ونادي وطنيه ونادي محترم ونادي بفضل الله تعالى يعني حاجه جميله جدا، الواحد يشرف انه في يوم من الايام كان بيلعب في النادي الاهلي. ان شاء الله متولي يبقى اضافه كبيره جدا مع زملائه باذن الله، وربنا يوفقه وربنا يسعده، ويعرف انه مطلوب منه كتير لانه بيتعامل مع منظومه أكيد. كامله متكامله، بيتعامل مع مجلس اداره على اعلى مستوى، بيتعامل مع زملائه واللاعبين على اعلى مستوى، بيتعامل مع جمهور، اعتقد ان جمهور النادي الاهلي انا قلت وبقول احسن جمهور في العالم هو جمهور النادي الاهلي. اكيد اتفق معاك طبعا، انا يعني شهادتي مجروحه في جمهور النادي الاهلي بصراحه تحديدا. كمان الصفقات كيف تدار في النادي الاهلي؟ شايف يعني ادارتها ازاي؟ والله انا شايف الصفقات يعني شايف يعني فيها نظام، فيها فتره، فيها اقتدار، فيها عين، فيها المصلحه، فيها ان انا محتاج ايه. جميل. انا شايفه ده انه سيد منظم جدا في مع الاداره، مع اللجنه الفنيه، مع المدير الفني. يعني سيد ليه دور بصراحه، دور رائع. سيد عبد الحفيظ سيد ليه دور رائع، فعنده ترابط ما بين الجانب الاداري والجانب كنت الفني. كنت اكلمك على سيد كمان تحديدا. لا سيد يستاهل، سيد محترم وسيد فعال وفاهم وبعدين يعني عارف القصه هي. اصل الاداره دي خلي بالك يا كابتن ميدو برضه دي موهبه طبعا، مع طبعا انه يقدر، فكل الامور مسيطر عليها سيد، فعامل ترابط رائع ما بين الجهاز الفني واللعيبه، ما بين ترابط رائع ما بين الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره، فالدنيا هاديه والدنيا زي الفل. ما شفناش واحد طلع ممكن تحصل مشاكل بس بيحتويها، وفي نفس الوقت بتبقى ايه في الاوض المغلقه. سيد له دور انا اعتقد رائع جدا جدا، ومن الناس المحترمه وناجح بصراحه في مركزه سيد عبد الحفيظ. اكيد برضو عشان نبقى برضو واقعيين ان الاداره لها دور كبير جدا في نجاح المنظومه. الاداره لان الاداره اللي بتبقى في ظهرك هاديه ومديك كل الصلاحيات ومنظمه امورك وفي ظهرك ويعمل اللي عاوز تعمله ومختارك عشان تنفذ اعتقد برضو يحسب للاداره. اكيد يحسب للاداره ان طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان جابت صفقات نظمت امور كانت هاديه جدا، الثقه كبيره جدا في الله ثم في اللعيبه، بيحافظوا على كيان، عرفوا اللي محتاجه الكيان، وكانوا بعملوا صفقات عاليه طبعا على اعلى مستوى. ان يجي رمضان صبحي، رمضان مكسب كبير مهما كان، يعني حتى لو مش في مستواه
رمضان نجم كبير جدا، حسين الشحات برضو الجمهور هتبقى السنه الموسم القادم ده افضل واحسن بكتير ان شاء الله. يعني لا دي حقيقه كرم كبير جدا. الصفقات ياسر ابراهيم برضو صفقه كبيره جدا من الصفقات. الميزه انك جبت في اماكن معينه كنت محتاجها، وبعدين بقى عندك البديل، البديل ده اللي فينا معاك الدور الثاني في الاصابات، لان النادي اكبر نادي عليه ضغوط واكبر نادي اتعرض لاصابات هو النادي الاهلي، فكانت الدكه بفضل الله فرقه تميدو دي مهمه جدا. فكل الشكر والتقدير للاداره والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. يعني كابتن عايز اسالك سؤال، هو سؤال تاريخي شويه، الثقه اللي احنا دايما بتبقى جوانا قوي قوي دي ان احنا ناخد الدوري حتى لو كل الدنيا تقول لك لا انتوا مش هتاخدوا، انتوا هتاخدوا الدوري ازاي؟ ده انا اراهن على اللي انتوا عايزينه، ده انا احلف لك على 60,000 حاجه ان انت مش هتاخد الدوري، وفي الاخر احنا بنبقى قاعدين وحاطين رجل على رجل كده بفضل ربنا بنقول احنا هناخد الدوري. ايوه، عشان انت عارف ان الدوري طويل، الدوري مش دور اول. انت عاوز التركيز والالتزام والاصرار والاراده، اللي عاوز يتعلمهم والرغبه يجي يتعلمه في النادي الاهلي، في مدرسه النادي الاهلي. مدرسه النادي الاهلي بتختلف، انا مش كده عشان اهلاوي، لكن لا بقول كده عشان اتمرنت، عشان لعيب في النادي الاهلي سابق، لعبت وكنت كابتن النادي الاهلي وخدت بطولات، فعارف المدرسه ماشيه ازاي، تعاملت مع رؤساء انديه كبار جدا في عارفين قيمه الكيان، يعني واخد بالك المنظومه. ربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل، فبيقول لك وقول اعملوا. جميل، فهو ده في النادي الاهلي. حلو قوي، انت فاهم طبعا. فالاداره بص في حتتها بالظبط، والجمهور في حتته، واللعيبه في حتتها، والجهاز الفني هو ده لعبه في صمت وفي هدوء. ان انا ببقى حاسس ان انا داخل خليه نحل. ما هو ده، هو ده الناس متخيله. النادي الاهلي بيكسب بفضل الله، ثم ادارته، تنسيقه، فنياته. النادي الاهلي بيصرف ملايين عشان يسعد الجمهور، بيشتري لعيبه، بيصرف وبيجيب. النهارده النادي الاهلي في الدور الثاني في الانتقالات الشتويه جاب كام لاعب عشان يكسب بيهم؟ ما عادش قال لك انا هكسب باسم، باسم النادي بفضل الله ثم النادي الاهلي الكام، بس بيسعد الناس، بيخطط، بينظم اداريات، فنيات، مدربين، لعيبه، قدرات. النادي الاهلي خليه عمل، كل واحد في حتته. اوعى حد يفتكر ان في دوري بيجي كده النادي، لا، والنادي الاهلي بيكسب بفضل الله ثم مجهود خطا لحكم خطا، ده وارد في كل العالم، وارد. انما انا بقول عشان انا عارف لعبت في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب لانه بيصرف، بيجتهد، بيشتغل، كل اللي فيه بيشتغل، مجلس اداره جاي 4 سنين بيشتغل وساكت، اي مجلس وساكت. ما ينفعش النهارده حجم النادي الاهلي لما يجي له رئيس نادي بحجم الفريق مرتجي ما يكسبش، بحجم الكابتن صالح سليم ما يكسبش، الكابتن عبد الصالح ما يكسبش، الكابتن محمود طاهر ما يكسبش، كلهم رؤساء على اعلى الكابتن محمود الخطيب. ما ينفعش، اللي اقصده المنظومه على راسها تلاقي نجم كبير. حلو قوي في ادارته. ايوه، ما انا بتكلم أوي. عشان انا عارف، والكلام ده خلي بالك انا بتكلمه مش مصطنع عميد، انا بتكلم عشان انا موجود في فالناس متخيله لا ده درع جالي عشان في شغل، في عمل، انت اشتغل زيي واعمل وربنا يديك. قبل ما حضرتك تدخل قلت عشان احنا بنشتغل دايما بما يرضي الله. طبعا العدل، والله الناس متخيله يعني لا، فانا بقول كده زي ما ربنا بيقول اشتغل هتلاقي. طبعا طبعا. وبعدين خلي بالك يا ميدو، من اول الرئيس لحد العامل البسيط بيشتغل. ادخل النادي الاهلي تلاقي العامل بس واقف بيشتغل بما يرضي الله، واخد بالك، تلاقي رئيس النادي جاي مع اللعيبه بيشتغل، بيسافر عشان يجيب، بيجتمع، مش جاي يقعد ال4 سنين، واخد بالك؟ ده اللي اقصده. كل واحد ماشي في اتجاه عارف هو رايح فين. اللعيبه حتى اللعيبه تلاقي اللعيبه ربنا كرم بلعيبه محترمه جميله ومركزه، شكل حتى لا بيخرج طبعا، شكل الاجهزه الفنيه حتى الفنيه. النهارده راجل انت بتحترم حتى الجهاز الفني لو مفيش توفيق، وتقعد معاه ومع الفوق بالراحه وزي الفل و100 مفيش اي مشاكل. منظومه خلي بالك، الهدوء، الهدوء والثقه بتوع ربنا سبحانه وتعالى، والعمل اللي ربنا بيحبه، والالتزام والاصرار والاراده، شغل كتير ربنا بيروح جايب الدر حاطه في ده، لان الناس تستاهل، وكل واحد ربنا بيديله على قد تعبه وعلى قد مجهوده. حضرتك جاوبت على السؤال اللي هو يعني ناس كتير يقول لك ايه، مش ناس كتير يعني، انت عارف ناس كتير مين يقول لك اصل الاهلي ما كانش يستاهل الدوري السنه دي. طب مين اللي كان يستاهل؟ لا ما هو حضرتك جاوبت يعني بشكل كبير. لا دي حقيقه، كل العمل ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان. فاحنا النادي الاهلي تلاقي اللي جاي خايف على اسم الكيان، لا بشتغل عشان انا بمثل الكيان، كله هدفه واحد. فالناس هو في صمت وفي هدوء وبلا بل، حتى لما يحصل هزايم
ناس بتحافظ برضو. عشان كده الدنيا، لان في ميزات كتيره جدا يا ميدو، ان الدوري بيبقى طويل، الدوري للنفس الطويل، وده مهم جدا، الدوري للنفس الطويل، الدوري للخبرات، الدوري مش ماتش او اتنين ولا دور، مش كده خالص، الدوري في نهايته، من بدايته لنهايته هو ده، واحنا دايما في الاخر لان بنشتغل للنهايه، بيبقى كل شغلنا للنهايه، من الاول للنهايه، مفيش مشكله، ممكن يحصل لك دروب، ممكن يحصل لك هزيمه، ممكن، وحصلت كتير، في سنين خلي بالك كنا برضو متعسين وبعاد جدا، بعاد جدا والله، بس واثقين ان احنا ناخد الدوري طبعا. ما انا بقول لك عشان هي مدرسه الاهلي، مدرسه الاهلي بتختلف، مدرسه الاهلي فيها حاجات كتيره جدا، المفروض الناس تيجي تشوف مدرسه الاهلي وتتعلم من المدرسه. المفروض المفروض والله يا كابتن ربيع. يعني قبل ما نطلع فاصل كابتن، عايز اسال حضرتك سؤال، لو شايف تدعيمات او شايف نقص في الفريق عندنا ممكن تبقى فين؟ والله انا شايف ان النادي الاهلي ما شاء الله ما فيش، يعني كل امورنا تمام، لو جالي لعيب وسط ملعب هجوم يبقى اضافه معايا مع المجموعه اللي موجوده، يعني خلاص ديفيدنر هو جبناه الحمد لله، يعني في هنا المساكين خلاص جبنا القلب، خد بالك اللي عندنا البيلفت، عندنا الرايت، عندنا وسط، عندنا الروس حربه، لو جالك واحد هجوم يعني مع الموجودين برضه مبدع، مبدع مهاري، بيروح على الجول بشكل هداف، يبقى خير وبركه، ده اعتقد اللي نقصه النادي الاهلي، خلاص كل الامور زي الفل يعني. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين اللي منورنا هنا في الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، اكيد كلكم تابعتوا موضوع مجدي قفشه، وانا بقول لكم ان مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي نجم انبي، لاعب الوسط المهاجم مجدي قفشه رسميا في النادي الاهلي، ودي كانت امنيه مجدي قفشه الشخصيه، لان انا من المدربين لما يدربوا مجدي كنت بساله في احد المباريات في الدوري السنه دي، قلت له انت فين من الاهلي؟ قال لي نفسي يا كابتن اجي النادي الاهلي وامنيه حياتي، والحمد لله ربنا حققها لك يا مجدي، ونورت النادي الاهلي، وكل الجماهير الاهلاويه كانت نفسها تشوفك بقميص النادي الاهلي، وان شاء الله تنور الدنيا ونورت الكيان الكبير، واكيد طبعا هتزداد تشريفا بتيشيرت النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين كان بيقول قبل ما نطلع فاصل عايزين لعيب يعني وسط مهم. ايوه جا لك قفشه، قفشه لعيب كويس، شفت ربنا استجاب على طول. عشان نوايانا سليمه، نية سليمة دايما، النوايا برضو من ضمن الحاجات اللي بربنا، كل الناس نوايا سليمة دايما يعني، فده فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، ربنا يوفقه وربنا يسعده، لعيب كويس، لعيب مهم، مهم جدا في التلت الأمامي، جيت حاجات كتيرة جدا منها، حتى الثوابت ما شاء الله مميز جدا، لعيب كبير يعني، عنده ترابط رائع، وعنده زيادة عددية، وعنده مساعدة، وعنده هو شكل على الجول يعني، فمثل كبير مع زملائه طبعا اللي موجودين إن شاء الله، مع الجهاز الفني، مع الجمهور، مع إن شاء الله الكيان يعمل حاجه كبيره باذن الله، اتمنى كل التوفيق، عمل موسم رائع مع بيراميدز السنه اللي فاتت، كان ليه دور كبير جدا مع انبي كمان، كان اكتر من قبل هو ما لعبش يعني كمان في بيراميدز بالشكل اللي حتى الاوقات الصغيره اللي كان بيلعب فيها، وبعدين عنده برضه ميزه ان هو ما كانش يعني هادي جدا، مش بتاع مشاكل، لا هو شخصيه كمان رزين، شخصيه لذيذ جدا، ومؤدب جدا قوي، العب مع انه قدم موسم رائع، وكان هداف مع بيراميدز، وخلي بالك وكان بيفرق معاهم في ماتشات كبيره جدا، في وقت ما كنتش تلاقيه كان بيبقى احتياط، فما حدش سمع عنه حاجه وحشه، ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى نجم مع كل زمايله باذن الله، يحقق البطولات باذن الله. هو اللي هرب من ايدي كده عبد الله جمعه. عبد الله؟ ده اللي هرب مني. عبد الله عمل موسم كويس جدا مع نادي الزمالك طبعا بصراحه. هرب مني. ونتمنى له التوفيق، وان شاء الله مستقبل عبد الله، وربنا يوفقه ويكون في يوم من الايام في المنتخب ان شاء الله يتعلم. لعيب عالي جدا، لعيب كمان اكيد حضرتك عارفه عبد الله لعيب. بس هو كمان. صالح اعلى منه في الكوره. صالح بقى انا من وجهه نظري لو احنا يعني شلنا دماغه دي وقسمناها نصين هتلاقي فيها كوره جوه، كوره مش كوره وخلاص، ده هتلاقي فيها نجوم الكوره الموهوبين العالمين في دماغه، يعني تلاقي موهوب جدا. والله موهوب جدا، السرو باص اللي عمله حسين شحات في حاجه يعني استحاله تفكر انك تعمل السرو باص، يعني من صغره لما انا اطلق عليه لقب المعلم معناها ايه؟ اصل خلي بالك دي موهبه، خلاص معلم من صغره هو معاه، حضرتك اللي سميته كده؟ متسائل امال مين؟ هو مين حد كان يعرفه اساسا؟ عشان انا مسميه المعلم، امال مين هتسميه؟ قال لك حد تاني ولا ايه؟ اساله والله. هاتوا اسالوه ده. لا من صغره انا بطل، لان هو معلم كوره، معلم كوره، شوف انت قلت ايه؟ فانا عارف صالح جمعه، صالح جمعه ما شاء الله يعني، فهو وعبد الله نجمين كبار، ربنا يسعدهم ويوفقهم، حاجه جميله جدا ما شاء الله يعني.
تمام. ان شاء الله بكره تشوفوا مجدي قفشة هنا في القناه مع اسلام الشاطر النجم الكبير، ان شاء الله تشوفوه ونعرف بقى منه كل حاجه، كل تفاصيل تعقده مع النادي الاهلي، هينور بكره باذن الله القناه. يعني صفقة مهمة، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم الاهلي بيدور دلوقتي على الصفقات اللي هو عايزها مش الكم، مع اننا كمان يعني الحمد لله بقى عندنا، كنا بندور على صانع العاب، دلوقتي بقى عندنا صالح زي ما كابتن ربيع بيتكلم عن مزايا صالح، بيتكلم كمان عن مجدي قفشة، بيتكلم عن ناصر، اكيد هيبقى في عندنا دكة قوية جدا يا كابتن ربيع، والتنافس اكيد هيخلق كمان شكل كبير قوي من النجاح. مهم جدا طبعا الصفقات، مهم جدا التنافس، مهم جدا الزيادات، مهم جدا الدكة مفيش كلام، مهم جدا التغيير، مهم جدا ان انت تعمل اضافات وتبقى واعي، لان الاضافات دي تفتفر معانا في نفس الوقت، انت بتسعى كل بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها مطالب ان ياخدها، مسؤوليه كبيره جدا على عاتق مجلس الاداره، مسؤوليه كبيره جدا على عاتق الجهاز الفني، ومن هنا انت بتدور على لعيبه، لان زي ما احنا عارفين في المنظومه رقم واحد اللعيبه، اللاعب هو اللي بيصنع المدرب، اللاعب هو اللي بيصنع النتائج الجيده، وطول عمر النادي الاهلي عشان كده احنا بنقول النادي الاهلي بيكسب بطولات، بص النادي الاهلي احنا خدنا الدوري، الاهلي خد الدوري بفضل الله تعالى، وقدم موسم رائع وكل حاجه تمام، خلي الفرقه دي على جنب، ومع ذلك انت بتسعى ورا ايه؟ صفقات. ده كلامنا ان احنا الاهلي بيجيب صفقات، بيصرف فلوس، بيعمل كل حاجه كويسه عشان يسعد جمهوره ويحافظ على الكيان. أكيد. ده كلامنا اكيد. فقفش لعيب واضافه وربنا يوفقه ان شاء الله. كنتوا عايزين دوري جبنا الدوري، كنتوا عايزين نكسب كسبنا. أيوه. يعني دوري ومكسب كمان، يعني مش حاربينكم من حاجه، كنتوا عايزين صفقات بالاسم، الصفقات كلها كانت جوه النادي الاهلي بفضل ربنا وبفضل المجهود الكبير اللي بيعمله مجلس الاداره وبيعمله مدير التعاقدات امير، يعني حاجه جميله جدا، بيشتغل في صمت برضه من الجنود في النادي الاهلي، بيشتغل في صمت، بيشتغل بمنتهى الجديه، بمنتهى المصداقيه، بنشوف صفقات مطلوبه في النادي الاهلي ومطلوبه جماهيريا كمان، ودي حاجه كبيره جدا يا كابتن ربيع النادي الاهلي بيعملها السنه دي تحديدا. طبعا ربنا يوفقه، هو بيشتغل في منظومه كبيره جدا، وهو جدير اكيد بهذا المكان والناس بتثق فيه ومهم جدا، وبفضل الله برضو يعني بفضل الله ثم اسم الكيان واسم النجوم اللي بتدير الكيان. دي الصوره كابتن ايام مع مجدي، دور كبير جدا. ومجدي بس حاسس ان هو يعني زايد مجدي شويه ولا زايد؟ زايد نخسسه. نخسس بقى، نبتدي بقى الوش الكبير ده خيخ ايه اللي كده، واخد بالك؟ بس هو وشه هو خدود. لا ما طبعا مجدي لعيب كبير جدا. ان شاء الله، عشان طبعا هو راجع من اجازه باذن الله تعالى، ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى كبير جدا مع زملائه الكبار اللي بيقدموا احلى. حاولوا تجيبوا لنا على التليفون يا جماعه، نبارك لكم ان شاء الله تعالى يعني باذن الله، ونشوف كده الصفقه والدنيا دي كلها يعني لو ينفع. وزي ما قلنا يا كابتن ميدو ان هي كل الاجيال اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي اجيال كلها كويسه، اجيال محترمه، اجيال مقدره المسؤوليه، انتجت، تعبت، شئت، عملت كله، فهو ان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا في الموسم القادم مع زملائه باذن الله تعالى. اكيد انا يعني عملنا لكم كل حاجه الحمد لله بفضل ربنا، انا خايف بعد كده تقولوا كفايه صفقات، يعني متهيألي احنا كده عملنا كل حاجه كابتن ربيع. كل الشكر، جبنا كل الصفقات اللي محتاجينها وزياده كمان، كل الشكر بصراحه لكل الناس اللي مسؤوله في النادي الاهلي كلهم بلا استثناء، لو قعدنا نشكر فيهم مش عايزين حد يقول بس ان احنا يعني بنتكلم كلام وخلاص، لكن دي حقيقه لازم نشكرهم شكرا جزيلا، استحملوا كتير جدا وجابوا لنا كل حاجه احنا عايزينها الحمد لله، لسه بس ان شاء الله ان شاء الله افريقيا باذن الله باذن الله تكون من نصيبنا السنه الجايه، ولا انت شايفها ازاي يا كابتن ربيع؟ عايز اشوف هو كل ده خلي بالك تدعيمات لافريقيا، عشان افريقيا ما فيش كلام، افريقيا ان شاء الله احنا بنسعى لها بقوه باذن الله تعالى، واذا ما كانش في توفيق وما كانش في، لكن السنه الجايه باذن الله يبقى في توفيق وفي خبرات موجوده وفي اخطاء تعلمنا منها باذن الله، لان برضو الظروف كلها كانت بعيده كل البعد انك تحقق افريقيا مع تغيير اجهزه، مع اجهزه قريبه، مع انسجام، مع لعيبه، مع صفقات، مع كان في برضه صفقات مش موجوده الثقيله اللي ممكن نعتمد على ثم عليها، فالامور اختلفت شويه باذن الله تعالى. افريقيا من اولها هيبقى الامور باذن الله تعالى جد وامور باذن الله تبقى افضل واحسن، وبرضه انا بقول ان الجهاز الفني لما يكون دارس افريقيا موجود مع فرقه بقاله فتره بتفرق في حاجات كتير، لان ماتشات في الخارج في افريقيا غير اللي في مصر، فان شاء الله الانسجام والتفاهم والخبرات تيجي باذن الله تعالى، والماضي الماضي يتعلموا منه باذن الله تعالى، والحمد لله ان دلوقتي بقى عندك مجموعه مميزه جدا في اللعيبه، مجموعه تقيله جدا فنيا، مجموعه تقدر بامر الله تعالى تحقق اللي جابت لك فرق 13 نقطه تجيب لك افريقيا، ده معناه لعيبه كبيره، لعيبه عندها حب، لعيبه عندها ترابط، حاجات كتيره جدا، فان شاء الله يتعلموا من الماضي وباذن الله تعالى يحققوا لنا المطلب بقى اللي احنا عاوزينه، هو كاس افريقيا بمشيئه الله مع الدوري والكاس والسوبر وكله يعني ان شاء الله. كل حاجه. الجمهور الاهلي خلي بالك، انت عارف الجمهور الاهلي ده هو جمهور الاهلي،
شوف بقى من ذوقه مع يعني جمهور الاهلي ده تقدره واحترامه وحبه. اقول لك ايه بس احنا كان لازم نعمل ماتش عالمي. يعني بص يعني انت خلاص كسبت دوري بفضل الله تعالى وكسبت نادي الزمالك النادي يعني الكبير النادي اللي هو المنافس بتاعك طبيعي جدا دي بتبقى بطوله خاصه بعيدا عن حاجه. بس ممكن يكون الاداء مش بوصلش مثلا جمهور نادي الاهلي تلاقيه بيقول لك لا انا انت شوف يعني مش مثلا الجمهور ده بيفهم ده جمهور ده واعي ده جمهور فنياته عاليه جدا وذوقه عالي جدا واخد بالك يا ميدو اللي اقصده حتى بص هو نفسه كل حاجه تبقى كويسه عايز يشوف النادي الاهلي بيعمل كل حاجه عشان كده لعيب النادي الاهلي بيزعل لزعل الجمهور وبيفرح لفرح الجمهور اكيد دي حقيقه يعني احنا كسبنا برده من غير حسام عاشور اللي عنده 12 دوري. حسام عاشور ده نجم كبير جدا وتاريخ في النادي الاهلي وحاجه جميله جدا طبعا ولعيب كبير وادى عامل انجاز يعني لا لعيب كبير لعيب كبير لعيب كبير وعنده ما عملش مشكله واحده خالص. ما سمعناه صوته خالص ما خرجش قال لك اصل انا جاي لي عروض ده ابن من ابناء النادي الاهلي المحترمين نجم نجم في اخلاقه نجم في سكنه نجم في انتمائه نجم في حبه للنادي الاهلي وبعد كده نجم في لعبه اذا كان هو ما ربنا ما عرضلوش ان يلعب منتخب انما نجم كبير جدا التاريخ هيقول ان حسام عاشور نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار جدا جدا اللي قدوا باقتدار واذا كانش ليه نصيب ما كان صفعت وحريم ما كانش ليه نصيب ده ولكن نجم كبير فحسام عاشور كل التقدير والاحترام ليه وحاجه جميله جدا وكابتن يستاهل يكون كابتن النادي الاهلي فعلا يعني. يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه السنه الجايه يبقى عنده 13 دوري الاهلي عنده الله. 41 وبعد كده حسام عاشور عنده 13 دوري ربنا يوفقه ويسعده وحط الارقام وفي الصحه والعافيه والخير ان شاء الله تعالى يا رب يا رب. لو قلت لحضرتك يعني تقييمك في نقط كده للدوري اللي فات ما احنا قلنا هو كان زي ما اتفقنا ان الاهلي والزمالك هم اللي بيلعبوا على الصداره بس والاربع ثلاث اربع انديه اللي بيلعبوا من الثالث للرابع للخامس او المربع وخد من السادس للعاشر وعندك من العاشر لل 18 ال 8 اللي ايه بيلعبوا فيه الهبوط والدخول والخروج والحاجات دي كلها هو ده الدوري المصري. بيراميدز عمل حاله فنيه كويسه في نجوم في الجهاز الفني عندها خبرات في امكانيات ماليه موجوده عمل حاله فنيه كويسه بقى الصراع ما بين الاهلي والزمالك لا الزمالك تصدر بيراميدز الاهلي خلينا واقعيين في الدور الاول الاهلي كان بعيد لان الاصابات كتيره كمان. ومؤجلات كل ده طبعا واخد بالك انما ال 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 التنافس كان يحسب برضو ان هو امتد بقى فتره كبيره جدا انت عندك للجونه لو ما كانش عادل مع الزمالك كان ممكن يبقى ماتش الاهلي والزمالك هو الفيصل واخد بالك فنان دور كان برضو دوري شديد دوري فيه نجوم دوري فيه فرديات دوري فيه مدربين دوري فيه ادارات واخد بالك احنا الجمهور بنفتقد الجمهور لكن دوري قوي دوري كويس بس هو الشكل الجمالي اللي الناس مفيش جماليات في اللعب مفيش اداء ممتع مفيش يمكن ظروف المؤجلات ظروف الاصابات ظروف الماتشات الكتيره يمكن مش هنشوف جماليه من غير جمهور ما هو شوف جمال اداء من ما من ضمن الحاجات السلبيه ان الجمهور حضرتك قلت طبعا مفيش كلام الجمهور بيعمل اضافه قويه جدا في المتعه الحقيقيه للاعب نفسه لكن اللاعب يا كابتن ميدو وانت لعيب بجمهور غير من غير جمهور فدي طبعًا. بتعمل اضافه للعيب في الروح خد بالك في الاجتهاد في الالتزام في حاجات كتيره جدا لكن هو دوري ممتع ودوري كويس ويحسب له حاجات كتيره جدا في الشكل الايجابي واكيد في سلبيات فالحمد لله انت على خير بامر الله تعالى مبروك النادي الاهلي هارد لك نادي الزمالك ونادي بيراميدز وكل الانديه وان شاء الله نستعد لموسم قوي قادم يبقى فيه سلوكيات واخلاقيات وحب وتعاون وترابط وانتماء للوطن اكتر من دوري ونشوف فيه كسبان دايما يعني نفسي ان شاء الله من الموسم القادم يا كابتن ميدو ان في الماتشات الاجهزه تسلم على بعض واللعيبه تسلم على بعض بعد المباراه واللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك ونمشي ونحب بعض ونلعب مع بعض ويبقى حلو روح حلوه كده ونخرج بسلام وندخل بسلام وتبقى الحياه حلوه وكل ده باذن الله مردوده هيبقى للمنتخبات اكيد منتخبات تحقق نتائج عندنا امم افريقيا عندنا كاس عالم عندنا حاجات كثيره جدا ان شاء الله اكيد ان شاء الله نعمل كده وفي الاخر يقولوا لنا برضو الف مبروك ان شاء الله. لو قلت لحضرتك افضل لاعب في الدوري ممكن تديها لمين؟ هو ممكن انا اديها لبطل الدوري عشان خد الدوري لانه هو بيراميدز كان فيها لعيبه كويسه والزمالك فيه لعيبه كويسه والاهلي فيه لعيبه كويسه بس انا افضل اللعيب اللي هو صال وجال وكان سبب من ضمن اسباب حصول نادي على الدوري فده طبيعي جدا ادي للاول معلول 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 طبعا
يعني من وجهه نظري انا يعني ناس كتير رشحت فعلا عليه معلول للتألق تألق يعني ملفت جدا. سجل 8 اهداف وكان ليه نقاط مهمه جدا، ومستواه السنه دي رائع خاصه في الثلث الامامي الهجوم، بيروح ومنتج جدا وبيشتغل ولعيب منتخب طبعا ونجم كبير كان مميز بصراحه. فهو عشان احنا بطل الدوري ما ينفعش انا اديها لواحد بعيد، ده وجهه نظر انا. فكان حاسم ومتالق وكان اساسي وممكن ارشحه يعني. هو ما تعرفش بيلعب ايه؟ لا انا عارف انه بيلعب باك ليفت لكن هو بيتواجد في اماكن عمر ما باك ليفت اساسا تيجي في دماغه. لا هو لعيب ما شاء الله الموسم ده رائع، لعيب ذكي. طبعا لعيب ذكي، لعيب منتخب تونس يعني. تخيل ما كانش في المنتخب يا كابتن، يعني ازاي برضه مشي؟ هو مشي بالمعسكر يعني برضه. تخليك انت ازاي علي معلول لعيب بمواصفاته؟ ممكن يكون حاجه في حاجه مش فاهمينها، حاجه مش فاهمينها اكيد، لكن هو لعيب كبير وهو كان باك ليفت تونس منتخب تونس. بس ممكن يكون حصل حاجه ما نعرفش بالك. دي خلي برضه بتحسب ايه العين اللي جابت علي معلول، برضه تحسب له اكيد. العين مهمه جدا يا كابتن اكيد اكيد في الاختيارات. لو قلت لك حارس مرمى، لا بلا منازع الشناوي. مش الشناوي ما شاء الله، الشناوي في كاس الامم الافريقيه متالق، كاس العالم متالق على الرغم ان احنا خسرنا و لا الشناوي في احسن حالاته الفنيه ما شاء الله بصراحه في المنتخب والنادي اكتر. اولا هو الحارس الاول في النادي الاهلي، الحارس الاول في المنتخب، يبقى انا ارشح مين؟ اجيب واحد في هو بلا منازع الشناوي طبعا. تعال نخرج بره الدوري شويه كده ونرجع تاني للدوري بعد ما اسال حضرتك سؤال. عندنا منتخب قوي احنا مش عارفين نختاره كويس، ولا احنا فعلا ما عندناش منتخب؟ لا عندنا منتخب قوي، ما ينفعش ال 100 مليون، انما احنا عندنا تقصير يا كابتن ميدو في اللعيبه المسجله في اتحاد الكوره. ما ينفعش 100 مليون يبقى 250 الف لعيب مسجل في اتحاد الكوره. انت على الاقل 4 مليون النسبه بتاعتك بالنسبه للتأييد في الاتحادات 4 مليون من 100 مليون، زي المانيا 40 مليون 2 مليون ده الصح بالزبط. الدايره انا لما اعمل منتخب صغير النهارده من 18 نادي، 18 في 30 ب 340 وشويه مراكز على شويه مناطق مثلا 700، غير ما اعمل من 3000 لاعب. المنتخبات الصغيره لما تعمل من 3000 ل 4000 غير ما تتعمل 700 او 800 او 1000 تمام. عشان من هنا خد بالك بقول لك، لا لازم من اللي احنا الامور يعني تبقى افضل واحسن، وفي نفس الوقت احنا محتاجين حاجات كثيره جدا يا كابتن. زي ايه يا كابتن؟ لا احنا زي ما اتفقنا ان احنا المنظومه لازم تتغير في حاجات كثيره جدا. فاولا يعني 100 مليون ما ينفعش، ما فهمش 23 لعيب كويس. انا مستغرب زي بقيه الناس. لا انت على الاقل يكون جاهز في كاس الامم 33 لاعب، كل مركز له 3 ده الصح، وانا باخد 23. انما الدوري عندك قوي جدا وفي لعيبه، بس هي الاختيارات مهمه جدا، التوفيق في الاختيارات مهمه جدا. لما بتقعد على الترابيزه والجهاز بيتشاور، المشوره مش ممكن ما تجيبش غير الخير. المشوره خير، ربنا يقول لك وشاورهم في الامر. تمام. المشوره اتعلمناها عشان تجيب الخير، فلما يقعد جهاز كان متكامل ويختار هتيجي الخير. أكيد. بس اختار بالعدل، اختار بالمنطق، اختار بالفنيات، اختار بالحكمه، اختار بالعين، بكل حاجه، اختار حتى بعمق غير عادي، بغيره ونخوه عشان ربنا يكرمني واللي اخترته يوفقني فيه، هو ده الشغل. اختار عشان شغل، اختار عشان بطوله، فاحنا الاهداف يا كابتن ميدوم لازم نحددها، احنا عنواننا في الاختيارات بطوله كاس الامم الافريقيه 2019، ده عنوان البطوله، طب احنا عاوزين من البطوله؟ احنا نعمل ايه؟ الحصول على كاس افريقيا 2019، يبقى من هنا بص حاطط عناوين اختار بيها. عناوين الدور الاول 3 ماتشات ليه لعيبه، ان شاء الله لما نعدي الدور اللي بعده ليه لعيبه، نوصل ليه لعيبه، كله ده على الترابيزه في الاختيارات. زاد شغل انا كمدرب عندي جوانب كثيره جدا مهاريه بطورها واعمل بيها ترابط خططي عشان اقدر اشتغل بيه. عندي حاجات كتيره جدا، عندي توظيف، عندي تدوير، عندي قراءه منافس، عندي ابهار، عندي حاجات كده بدلع. احنا ما شفناش الكلام ده مع احترامي الشديد، عشان كده بقى عشان احنا ما جبناش اللي اختار الاختيارات اللي حضرتك بتتكلم عليها. بس عشان كده يعني احنا بنتكلم، انما الموضوع انتهى، بس احنا بنتكلم. انما ينفع النهارده ينفع ان انت تقول ما عنديش منتخب؟ لا عندنا بفضل الله منتخب، ما عندناش ازاي في ظل الظروف دي؟ الله. طب انا عاوز اقول لك حاجه، هي فرقه النادي الاهلي بكام مليون؟ فرقه الزمالك بكام مليون؟ فرقه بيراميدز بكام مليون؟ يعني احنا كنا ببلاش زمان وبنكسب ونوصل كاس عالم، دلوقتي لما تبقى مليارات على الارض ما ليش منتخب؟ اني منطق واني عقل. بالظبط. ما ينفعش. بالظبط. ما ينفعش. لازم يا كابتن ميدو اللي بيشتغلوا في الكوره يشتغلوا صح ويعدلوا
ويدوروا على الفنيين ويختاروا صح ويراعوا ربنا اختيار الصح كده. ونشتغل عشان ربنا يرضى عنا ونحافظ على مال بلدنا ونقدم للجمهور اللي بيحب الكوره احسن حاجه في الدنيا. اكيد فلازم تجتهد على قد اجتهادك وشغلك ومجهودك ربنا بيديك. حضرتك مش من الاسماء المرشحه لتدريب منتخب مصر؟ لا انا ما اعرفش انا يعني ما دي حاجه مش يعني انا يعني قصدي مش انا اللي اقول يعني مش انا اللي اقول يعني ممكن يكون حد مثلا قال لك كابتن ربيع والله انت في دايره الاهتمامات مش عيب. لا هو العيب يعني مش هيجي الربيع سين بس هو انا مش عارف اعمل للناس هو انا في مش عارف الناس على فكره الناس في السوشيال ميديا بتطالب ان انت تبقى مدرب منتخب مصر زي ما ناس ثانيه بتطالب بس في ناس في اغلبيه كبيره جدا بتطالب ليه لا كبيره جدا ليه جدا لا كابتن ربيع خلاص كفايه اللي انا بقابله كفايه اذا كانش في نصيب لاي حاجه فترضى بما قسم لك الله والقناعه والرضا يبقوا موجودين ولازم نعرف ربنا شايل الخير واهم شيء بلدنا تمشي باي حد ان شاء الله اذا كان في مدرب مصر ربنا يوفقه اذا كان في مدرب اجنبي ربنا يوفقه وكلنا بنعرف. طب شايف شايف مش عشان حضرتك مدرب مصري او حضرتك في دايره الاهتمامات لكن شايف المدرب المصري هو الاحسن ولا المدرب الاجنبي في فضل. لا لو المدرب المصري احسن لو هم جابوا الصح. اوكي. خلي بالك من الكلمه اللي انا بقولها لو هم جابوا الصح. فانا بقول اجنبي ليه؟ لان انا عارف ان هم مش هيجيبوا الصح. في وقت دلوقتي ان احنا نختار غلط كمان؟ يعني بعد الازمات اللي حصلت في اتحاد الكوره انت عندك وقت اولا انك تختار صح. عندك وقت عندي مش عشان البطوله لسه شغاله. انا عندي عقل ان انا اختار صح. ما هو خلي بالك انا ممكن اختار في 3 دقائق ممكن اختار في سنه غلط. بص يا بيه لو انت عاوز مدرب مصري فيه بس اختار الصح. تمام. خلص انك مش هم بقى 2 3 اللي بيدوروا والدنيا وكل مين واحد. مين اللي بيختار يا كابتن ربيع؟ مين اللي بيختار؟ ما اعرفش اللي هيختار بقى ان شاء الله. اللي هيختار. لو انت مش هتختار صح عشان انا برضه انا افضل مدرب اجنبي كبير اسم كبير نجم كبير محقق في افريقيا اسم وعارف افريقيا اكبر من اللاعب. انت مشكلتك للسنين القادمه يا كابتن ميدو في مع الاجيال دي انك تجيب نجم كبير اكبر من اللاعب نجم تحترمه وتقدره واللعيبه تخاف منه لان اللعيبه دلوقتي الاجيال دي غير 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 ما احترمش. طب خليني اتكلم معاك في جزئيه ونرجع نتكلم فضل. في كلام حضرتك تاني موضوع المدرب الملم بافريقيا هل النقطه دي مهمه؟ طبعا. ليه يا كابتن ربيع؟ لا عشان انت خلي أنا بالك انا بصراحه انا ضده بس لا. انا عايز اعرف من حضرتك ليه؟ لان هو خلي بالك افريقيا يا كابتن انت عارف افريقيا ليها اجواء وليها امكانيات وليها قدرات خاصه خد بالك وليها حاجات كثيره جدا. انت النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي قعد فتره في السبعينات بيخرج من الادوار الاولى والثانيه ما كانش بيوصل تمام. لحد ما بدا يحفظ يبقى عنده قدرات خاصه عنده مدرب عبقري عنده اداره خططت عنده اختيارات عنده مشينا وبفضل الله تعالى عنده جمهور مشيت هو ده الصح. افريقيا غير اي حد دلوقتي افريقيا اتغيرت افريقيا اتطورت كان زمان برضو ممكن واخد بالك النهارده افريقيا على كل الاجناب يعني على المستوى البدني تلاقيهم كويسين على المستوى المهاري النهارده زادوا وطوروا المهاري خلي بالك من حته المهاري لان احنا نتعب من المهاري المهاره بالمهاره. طب ما انا اجيب مدرب يا كابتن يطور لي كل حاجه اجيب مدرب يخليني انا منتخب عالمي مش منتخب افريقي بس. طب ما ده اللي بنقوله انا بكلمك ان افريقيا زادت يعني تمام. وبعد كده انت هتجيب العالم عشان يطور لك زي ما حضرتك بتقول وبعدين خش على الجوانب الخططيه اللي بتاع المدربين بقى يجيبوا مدربين عالميين دلوقتي يعني هم في افريقيا كانوا بيعتمدوا على مدربين على قد دلوقتي بص الاسماء الكبيره دي فرقت عشان كده بنين خرجت المغرب كانت واقفه صح تمام عشان كده موريشيوس بص نفشت ولحد الاخر تمام. عشان كده الاسماء الصغيره بقت بشوف اوغندا تعبونا وبيقدموا كوره جميله عشان معاهم مدرب كبير فانا من هنا بقول لك خلي بالك افريقيا اتغيرت انت بقى محتاج مدرب دارس افريقيا شايف يعرف يتعامل يعرف يختار الشكل ده هو اللي هيلعب له في افريقيا وهو مع التدريب الاختيارات مع التدريب الاثنين تمام اللاعب مع المدرب تقدر تشتغل بيه في افريقيا تمام عشان كده بقول لك دايس في افريقيا دارس نجم حقق بطولات عنده خبرات كل المواقف مرت عليه تمام. فخلاص الراجل عارف يعني ايه افريقيا تمام والداخل غير الخارج. لو قلت لك ترشح اسماء مش بعينها ترشح كم اسم؟ اجنبي ولا مصري؟ لا ورشح مصري ليه؟ ما ارشح عشان انا ما ارشحش لا مش بقول لك اسماء يا كابتن لو اقول لك تعد لي كم مصري؟ واحد ممكن يدخل في دايرة الاهتمامات الصحيحة؟ كم واحد مش كم اسم؟ طب خلاص يعني ما محتاجة تفكير محتاج خلي بالك برضو ما اقولش رقم وخلاص ما انا ممكن لا بالزبط. اقول لك بالزبط. يعني بحتاج ان افكر بالزبط. عشان ما اظلمش بالظبط وبرضو وفي نفس الوقت لما اقعد ادرس الفنيات واقعد الخبرات واخد الاداريات واخد الشخصية
هتحتاج وقت. فسيبني السؤال ده عشان ما اظلمش حد. ممكن اقول لك ثلاثه هم خمسه، ممكن اقول لك سبعه هم ثلاثه، لان لازم ادرس. انت لو قلت لي رد عليا في السؤال ده بكره هقعد النهارده طول الليل هذاكر لك كل المدربين وارجع الماضي بتاعهم وارجع النتائج. بس انا عارف حضرتك مذاكر كل حاجه. ما لازم اذاكر عشان ما اظلمش. عشان ما انا عشان كده بسالك السؤال. لازم اذاكر وانا عارف ان حضرتك عارف. عشان قصدي الرد يبقى بعدل الله. احنا في الدنيا عشان سنوته هو العدل. تمام. فقصدي ما اقولش حاجه وخلاص. يعني عندنا اكتر من ثلاثه مثلا؟ طب بتش بصراحه. انا بساعدك. بلاش عندنا. اكتر من ثلاثه؟ مديروا منتخب مصر؟ عندنا احنا عندنا من حق ال 18 مدير فني بتوع الدوري الجمهوريه ان احنا نرشحهم. هم كلهم مدربين كبار وكل واحد في عندنا مدربين كتير جدا هايلين على اعلى مستوى بس المشكله ان احنا يعني بنشتغل في 3 4 نخرج مش عارف ما ايه برضه هم 3 4 كالعاده. لا انا بتكلم لا انا مش بتكلم في 3 4 بعينهم، انا بتكلم في اختيارات. يعني عندنا مثلا 10 مش هم 3 4 اللي بتنقلوا في نادي، لا انا بتكلم في عندنا 10 ممكن اختار من 10 3 ايا كان مين هم. عندنا 18 مدير فني في الدوري الممتاز ومعاهم مدرب اسمه ربيع ياسين، دول ال 19 يختاروا منهم اي واحد. انا عشان كده قلت لك ثالث. نفسنا يكون عندنا منتخب قوي، لان انا دايما بقول يا كابتن ربيع ان هو نجيب بس حد يحسن الاختيار. يكون عنده درايه باللعيب المصري فعلا، اللعيب اللي يفيده، اللعيب اللي يفيد المنتخب، اللعيب اللي يلعب فعلا في المنتخب. دي اهم حاجه ان نجيب اللي بيحسن الاختيار. انت دلوقتي انا قلت لك كلمه، انت محتاج مدرب بشخصيه مش قوي وامين اكيد فني. شكرا خلاص أكيد. بس حط دول بقى الثلاثه. يا رب يا رب يا رب يا رب. انا مش عايز اقول يعني يا رب ان شاء الله يحسن الاختيار ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس تفتكر الاختيار يبقى فردي ولا زي ما حضرتك بتقول لجنه وتشاوره؟ لا لجنه فنيه على اعلى مستوى. مش كده؟ طبعا. مش عايز اقول لك مين اللجنه دي لو ترشح. لا اللجنه تضم اسماء كبيره جدا بتحب مصر على قدر كبير جدا، مسؤوليه وطنيه، ثقافه نجوميه، ما يخافوش، فنيات بيفهموا بيعرفوا. مثلا اقول لو في لجنه فيها مثلا كابتن حسن شحاته، لجنه فيها كابتن محمود الخطيب، لجنه فيها كابتن فاروق جعفر، لجنه فيها مثلا الدكتور عماره، ما هو حاجه جميله جدا وقدم وقدم. في ناس ما شاء الله على المستوى الاداري والفني كبير جدا يميدوا في مصر، بس نقعد نفكر في الاسماء. خد بالك لجنه هتلاقي. انا بس يمكن قلت الاسماء انما فيها اسماء كبيره جدا في مصر على اعلى مستوى، تقعد تفكر وتبحث وتنتج وتجتمع بيها، ومره واثنين وساعه واثنين وعشره وثلاثه. ده كابتن صالح في الثمانينات لما كان بيجيب مدرب للنادي الاهلي، السيفيهات كانت بتاع المدربين اللي بتبقى كده، مش بسهوله يختار النادي ده اللي انا اقصده. بالظبط. فلجنه تقعد، اللجنه احنا عندنا في مصر ناس اسماء في كل مصر، مش في الاهلي، في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي، اسماء كبيره جدا. ده انا قلت لك ثلاث اربع اسماء. فلجنه في الاعلام من الاعلاميين، لجنه من الاخوه المثقفين. ايه المشكله؟ ممكن واحد من بعيد مثقف بيفهم في الكوره 10 10 يجي يقعد في اللجنه يقول لهم والله انا ممكن اختار. هي كده يا ميدو. فنعمل لجنه كبيره على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، واخد بالك؟ هتلاقي ان شاء الله باذن الله هنوصل للي احنا عاوزينه بمشيئه الله تعالى. يا رب يا رب. ان شاء الله. ماشي، نرجع تاني للدوري وشكل الدوري في تخيل الكابتن الكبير ربيع ياسين السنه الجايه، شكله هيبقى عامل ازاي؟ المنافسه فيها تبقى عامله ازاي؟ هيبقى قوي طبعا جدا. بيراميدز بيعمل، كل الانديه دلوقتي بيعمل، كله بيدعم، مفيش كلام، وكله بيدعم وكله دعم خلاص. وبدا فتره الاعداد وبدا ماتشات، هيبقى قوي جدا. هو الدوري بتاعنا قوي بس على فترات كبيره بيتاجل، على فترات ليه بيروح بعيد ويهدى وبيتفرق طول الاسبوع. فعشان كده الناس مش حاسه بالدوري. كان زمان بنحس بالدوري كل الدوري في يوم الجمعه، كل الدوري يوم الاحد، كل الدوري كل هو ده اللي فارق. انما الدوري المصري المفروض انه دوري قوي، لكن احنا عاوزين برضو الاعلام بدوره، الاجهزه الفنيه بدورها، ان تعرف ان الدوري لابد ان يكون ممتع، ان ماتش الكوره مش ثلاث نقاط. احنا نسينا الفتره الاخيره لان برضو الخبرات مش موجوده بشكل كبير. كنا بندور على ثلاث نقاط عشان اقعد في الدوري، ثلاث نقاط عشان ابقى فلوس، ثلاث نقاط عشان اخد مركز رابع، ثلاث نقاط عشان، لكن نسينا سير المباراه. نفكر في سير المباراه، لازم المدربين يفكروا في سير المباراه الفني، المتعه، الاهداف بتصنع ازاي، بوصل ازاي بعد المباراه، حاجات كتيره جدا. انا بشتري احسن اللعيبه واغلى اللعيبه وامهر اللعيبه عشان، وبدي فلوس كتيره عشان نشوف دوري قوي، عشان نشوف متعه كره القدم. ليه المدرجات اتملت يا ميدو؟ ليه اتملت المدرجات؟ عشان المتعه، عشان اللعبه الحلوه. بالزبط. عشان وعشان وعشان، وفي بالزبط. الاخر بتسجل وتجيب اهداف، هي دي. فنفسنا نشوف مع المتعه تصرفات وسلوكيات واخلاقيات وانتماء وحب ورضا وحاجات كتيره جدا، وروح رياضيه عاليه جدا. هو ده. فالدوري محتاج حاجات، لكن الدوري المصري من وجهه نظري
قوي جدا، لان في الموهبه وفي المصنوع وفي الجيد وفي في الدوري. ما ينفعش 100 مليون ما يقدموش دوري كويس، يقدموا بس بشرط، بشروط الاتحاد، بشروط المسابقه باذن الله تعالى، باجتهاد المدربين مع اللعيب. انا نفسي اشوف المدرب يشتغل مع اللعيب ويتعب يا ميتو، يتعب يتعب يتعب، لان احنا عندنا مشاكل فنيه خلال سير المباراه، ده اللي انا اقصده لازم تطلعها. طبعا طبعا مهمه جدا طبعًا. انت لعيب ومدرب فاهمها، انا فاهم مشاكل فنيه، مشاكل فنيه بيشوفها المشاهد العادي، فدي مشكله كبيره. ده شغل مدرب، امال ليه المدرب ياخد 500,000؟ ليه المدرب ياخد عشان يروح 100 دقيقه في اليوم؟ ده عشان انا اصلي الفجر اكون في النادي، والعشاء اتاذن اخرج من النادي. هو ده شغل المدرب المجازف في مصر، اقعد اجيب اللعيبه واحفظ واذكر وانيمه وامرنه عشان وشكرا. ده وجهه نظري انا. فلوس كتير بس انا محترف، هو ده الاحتراف المفروض يبقى عندنا فعلا. فعلا فعلا مع حضرتك جدا يعني. كمان زي ما حضرتك بتتكلم في بيراميدز جابوا مدرب بمواصفات عاليه شويه، صبر قدم وعمل مع اوغندا في 2017، كان مع الاسماعيلي كمان عامل شكل، وبرده في البطوله دي عمل شكل بالظبط وعمل نتائج ووصل يعني باوغندا بالظبط. ده ونجم عنده فنيات وشكله كويس وشكله مدرب رائع بصراحه. كلنا اجمعنا من 2017 انه ليه بصمه فنيه. ده المدرب، انت ممكن تعمل بصمه فنيه وفريقك بقى ليه يخرج او بقى ليه يمشي، لكن ليه بصمه. بس لو لقى قدرات اكتر وامكانيات بفريق ممكن يوصل بقى ويعدي ده اللي بتكلم فيه، ان هو عنده الامكانيات وعنده الفرقه، عنده الدعم اللي هو عايزه، بيعمل فرقه قويه. اقنعنا يعني، اقنع المصريين لما قابلناه مرتين، شبناه تقريبا في 2017 بالظبط، وادي 2018 جابونا 2019. هو مدرب، وحتى خلي بالك ده كسب منتخب مصر في اللي كسر، وصلنا كاس العالم 2018 يعني، كسبنا في اوغندا بالظبط، خد بالك قبل ما نروح كاس العالم. فقدم بطوله، قدم بطوله، وهو مدرب كويس وواضح ان هو عنده قدرات هايله يعني في التدريب يعني. اكيد اروح بيك برضو في مشكله الترجي والوداد، وشايف المشكله تخلص على ايه؟ المحكمه الرياضيه قالت المباراه مش هتعاد، بعد ما الترجي طلب من المحكمه الرياضيه ان هو يبقى بطل افريقيا، قالت المباراه مش هتعاد، وحال القضيه تاني للاتحاد الافريقي، للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. لجنه الانضباط المفروض ان هي في خلال اليومين اللي جايين لازم تطلع قرار، لان خلاص في كاس عالم الانديه، في كاس سوبر، لازم يبقى في بطل. لا، وجهه نظري انها تتعاد، لان الفريق المغربي اتظلم. اتظلم، وانا قلت هتتعاد. ما ينفعش، ما ينفعش النهارده يحصل ظلم بالشكل ده في بطوله كبيره جدا، وعلق نتيجه عشان وعشان 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 نهائي افريقي. لازم يكون العدل كل العدل، وفي نفس الوقت الفريق المغربي اتظلم. انا من وجهه نظري ان لازم المباراه تتعاد عشان نحسب القضيه دي. ده وجهه نظري، وانا قلت قبل ما يطلع قرار الاتحاد الافريقي قال انها تتعاد. هي ما تعادلتش لحد دلوقتي؟ لا، لازم تتعاد عشان كان في كمان المحكمه الرياضيه قالت لا مش هتعاد، وحاله القضيه تاني للاتحاد الافريقي، للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. لا، انا وجهه نظري العدل يخليها تتعاد، ممكن في مكان محايد او ممكن بنظام تاني، لكن تتعاد، لان عشان برضو انا شايف ان كان فيها ظلم في الماتش الاولاني. بس سمعت تصريحات رئيس الوداد يا كابتن؟ انا بس بتكلم كده مع الساده المشاهدين عشان يعرفوا ان كانت في حاجات بتحصل احنا مش فاهمينها ومش عارفينها. لما كان بيقول اصلا انا نزلت عشان اشوف الفار ومش عارف مين قال لي احنا نديك افريقيا السنه اللي جايه، الكلام ده ممكن يبقى منطقي فعلا؟ الكلام ده يعني الراجل كان بيتكلم كلام بمنتهى الثقه. والله احنا ما كناش معانا، لكن كل شيء ممكن يعني، كل شيء ممكن يعني. في ناس كده اللي هو عديها وممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا يعني. ايده خلي بالك برضو احنا الاونه الاخيره برضو التحكيم كان عليه علامات استفهام، التحكيم الافريقي تحديدا يا كابتن ربيع. ممكن يصفق حاجات كتيره جدا، لان انت برضو انا شايف ان الادارات بعكس زمان، برضو الادارات كانت قويه جدا. مجالس الادارات او الادارات عموما او اي اداره في اي مكان بالنسبه للمنظومه والكوره كان بيبقى قوي جدا جدا. فممكن تلاقي عضو مجلس اداره دخل باي حاجه، دخل مش عارف بمساعدات، وارد، بس احنا ما نعرفش ايه اللي تم، لكن وارد. لكن انت بتقول ان المباراه لازم تعاد. تعاد، وجهه نظري العدل. العدل، انا شفت الفريق لان اتظلم، فريق اتظلم. وبعدين انت ازاي حد يعني تقنيه النهارده بتفصل ليه؟ ما هي العدل هي العدل مش شغاله. طب اذا كان العدل ميزان العدل مش شغال، يبقى هتحكم عليا؟ وبعدين انا جبت، لا ما ينفعش، ده وجهه نظري يعني. انا حاطط هدف ما فيهوش حاجه، خد بالك. تقول لي تروح تلاقيها عطلانه، هي ما عطلتش الا النهارده. طب وانتم مش عارفين من امبارح انها مش هتبقى عطلانه وانتم بتجهزوها؟ لا لا لا، الدنيا مش كده خالص. والغريبه برضو المحكمه الدوليه الغت
قرار الاتحاد الافريقي بعد المباراه. يعني المحكمه الدوليه يعني مثلا ما ممكن يكون المحكمه الرياضيه مش المحكمه الدوليه المحكمه الرياضيه اسف الرياضيه يعني مش شرط اسمها محكمه الكاس ممكن احنا ما نعرفش ظروف ايه حيثاتهم ايه واعتمدوا على ايه. اكيد بيبقى في تقارير فنيه للترجي وتقارير فنيه للفريق المغربي وخدار التقارير الفنيه للحكم وتقارير وجود الفار اساسا او ان هو يبقى يحصل عطل في الفار دي كارثه في حد ذاتها. لا ما ينفعش ما تفهمش هم اعتمدوا على ايه بدل جبناه وهي الفيصل بامر الله تعالى في نهائي وده بتصريح من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لازم يبقى شغال عميد وما ينفعش ده تهريج. فاللي اقصده ان هي الحيثيات بتعتمد بقى على التقارير تقارير 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 وبعدين بيحكموا هم استندوا ليه انا ما اعرفش طبعا دي حاجاتهم. يعني اخر سؤال يا كابتن ربيع عايز اساله لك طموحاتك الشخصيه في تدريب منتخب الشباب منتخب مصر. وانا هقول لك طموحاتي طموحاتي زي التدريب وبعدين هو الانسان طول ما هو موجود يا كابتن عنده طموحات انا مش شغال ليه عشان لكن الطموح اللي هو بقى الاهم والافضل والاحسن ان انا ربنا راضي عني بس ده طموح الافضل والاحسن والدول لازم اقوله. انما اقول لك مثلا لما انا امسك منتخب طب ما طموح اكيد ان انا عاوز امسك منتخب اول طموح امسك النادي الاهلي طموح امسك طموح ما هو طموحك انت طبعاً. ايه كلنا عندنا طموح هو الطموح ده محدود انت بتحاول هو لكن خلينا في الطموح الاهم أكيد إن ربنا يحسن لنا الختام ونخش الجنة إن شاء الله يا رب يا كابتن يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا أميد ودايما بتنورني وتشرفني ودايما طبعا بكون سعيد جدا وحضرتك معايا. لا خليك يا حبيبي أشكرك ويا رب يا رب أشوفك يعني في أحسن الأماكن الأماكن اللي حضرتك بتتمناها وإن شاء الله تكون عند حسن ظننا كلنا. أشكرك كابتن ميد وبشكر طبعا الدكتور محمد العادل الأخ الفاضل وكل الإخوة القائمين على القناة بشكرك طبعا ودايما قناة متقدمة وفي تفوق وإصدار دايما بإذن الله تعالى إن شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا كابتن. أشكرك كابتن أشكرك. بعد الفاصل هيكون معايا الصحفي الأهلاوي الكبير الأستاذ نبيل عمر. استنونا.